الإعلامي حلم نجم مرشح جائزة الدولة للتفوق وعضو موسوعة جينز البريطانية. أنا عايز أتكلم إن في هذا الشخص المأجور الذي يعمل دون نقاش أو حوار للمصلحة الوطنية هو شخص في 24 من العمر، عاين المكان واستطلعه يوم الاثنين والثلاث، يوم الأربع كان في عربية عبد الرحيم عمرو بتحمل بعض الموبيليا ترك المكان. الانفجار حصل، القنبلة وضعت يوم الأربعاء، الانفجار حصل يوم الخميس 7 صباحا وهز كل عمارات المنطقة وهز التندة عندي في أعلى العقار المواجه لفودافون، وهي ما تحطتش جوه محل شركة فودافون قدر ما كانت محطوطة أمام كشك سجاير، وحصل الانفجار هي شديدة التركيب الكيميائي، وبدليل أن الانفجار كان انفجارا وصل للأكثر من 15 متر طول و15 متر ارتفاع، واللي تركها حركها تحريك بالموبايل. وشكرا.